صباح الخير لك المشاهدي تلميار ونورسات بلبنان وخارج لبنان عبر قنواتنا الأرضية والفضائية. برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من البرنامج الصباح المباشر أنورو معنا اليوم 7 حزيران 2012. بدعيكم تترافقوني من هلأ لغاية الساعة 12 الظهر بفقرات جديدة غنية ومنوعة. نديها مع تتمة للمقابلات اللي عم تصير حول المؤتمر الدولي لوجوه حوارية اللي حصل في USG ب 27 و 28 نيسان. واسمحوا لي رحب باستديو بدكتور أنطوان فليفل الأستاذ في الفلسفة واللاهوت في جامعة ليل الكاثوليكية في فرنسا. له مجموعة مؤسس ومدير مجموعة بانسي ريليجيوز فيلوزوفيك أراب اللي هي كمان موجودة بفرنسا. وأيضا له الكثير من المؤلفات وأبرزها جيوبوليتيك دي كريتيان دوريان اللي هي المؤلف السادس له. كمان اسمحوا لي رحب بالمهندس الفيزيائي الأستاذ سامي خليفة اللي هو عضو في اللجنة التنظيمية لمؤتمر وجوه حوارية في الأسجي. أهلا وسهلا فيكم في تلمير ونورسات. يمكن إذا شوي غلطت ببعض الكلمات دكتور أنطوان بدك تصلح لي وتخبرني عن مؤلفتك اللي جاية كمان واللي سبقت، لأنه اسم الله مسيرتك طويلة جدا في هذا الإطار ما قدرنا نذكر كل شيء. اليوم حديث حيتركز حول يواكيم مبارك وميشيل حايك، هودي الشخصين اللي كانوا من أبرز الوجوه الحوارية واللي كانوا نموذج في المؤتمر اللي حصل. رح أبدأ معك دكتور أنطوان هيك كمقدمة، كيف بتقدم لنا هذا الموضوع؟ أول شيء جيوبوليتيك دي كريتيان دوريان رح عم يكتب، رح ينشر من 3-4 أشهر. كيف قدمت لكم هذا الموضوع؟ المؤتمر كان عم بيتناول الوجوه الحوارية بالحوار الإسلامي المسيحي أو المسيح الإسلامي، وأنا تكلمت عن ميشيل حايك ويواكيم مبارك، وهن كانوا شخصين من الرواد في الحوار المسيحي الإسلامي بالأخص بالكنيسة اللبنانية وبالأخص بالكنيسة المارونية. فبدنا نتخيل شوي الكنيسة المارونية بالستينات والسبعينات، بعد المجمع الفاتيكان الثاني شي خالص، الكنيسة أنجأ عم بتبلش تعمل إصلاح وتجديد بحياتها الداخلية، والإصلاح والتجديد بلش يصير بالليتورجية بكنيستنا المارونية، وما زلنا يمكن على هالصعيد. وبعدين صار في المجمع أكيد، وهو كان من جهود الأب يواكيم مبارك. بقى تخيل أنه بهالفترة يلي بعدنا بذهنية قديمة إن كانت لاهوتية أو كنائسية، في شخصين لاهوتيين إجوا وقدموا نظرة للإسلام فذة جدا. فذة بأي معنى؟ فذة بمعنى أنه هالشخصين ومن ضمن كل يلي كان عم بيصير بالشرق ويلي كان ممكن يكون حاصل تاريخيا من نفور او من حروب او من حاله بغض معين لسوء الحظ، هذا إراث تاريخي يعني اكيد ما في غيره، اجوا يقولوا انه الاسلام هي ليست ديانه بالخطا، النبي محمد هو منه دجال، ولكن هذا الدين هو من حقيقه الله، هو دين يندرج في حقيقه الله. وكل واحد على طريقته قال كيف هو بيفهم لاهوتيا بقراءته أو انطلاء من الكتاب المقدس أو من تاريخ الخلاص أو من شخص إبراهيم، كيف بدروش الدين الإسلامية والنبي محمد والقرآن. من ضمن الحقيقة الإلهية. إذا بلشنا بالتميز بين ميشيل حايك ويواكيم مبارك، بركي بنحكي كل حالة بحالتها، كل شخص بتميزه الخاص. إذا بلشنا مع ميشيل حايك، شو بتخبرنا؟ هلا مهم نذكر إنه ميشيل حايك ويواكيم مبارك اثنيناتهم تلميذين لعالم كبير في الإسلاميات اسمه لوي ماسينيون، ولوي ماسينيون تكلم كثيرا عن وجه إبراهيم، واعتبره كوجه محوري أو أساسي لفهم الأديان الثلاث يعني هن الإسلام والمسيحية واليهودية. من هون اشتفوا بدايات فكر الإسلام المسيحي والحوار وقراءتهم للإسلام، اتأثروا بشكل، ولكن بعدين بعدوا شوية. هلأ ميشيل حايك بعد منيح عن ماسينيون، والأشي الأساسي اللي كان يقله إياه يقله أنت ما كتير ركزت على شخص إسماعيل، لأنه ميشيل حايك رح يفهم الإسلام انطلاء من شخص إسماعيل. إسماعيل أي ابن إبراهيم، إبراهيم كان عنده ابنين إسحاق وإسماعيل. نحن بنعرف أنه ذرية الخلاص بتاريخ الخلاص الإسلام المسيحي واليهودي هو من ذرية إسحاق، ولكن عم بيقول له كان ميشيل حايك لماسينيون أنت نسيت شخص إسماعيل. أما يواكيم مبارك سيقال أنه رح يكون وفي لفكر ماسينيون ورح يركز على شخص إبراهيم ويفهم الإسلام انطلاءا من شخص إبراهيم، ولكن بعض المفكرين والنقاد الكبار بيقولوا أنه يواكيم مبارك قوى ماسينيون إشياء ما أراد يمكن أنه يقولها.
نعم بمعنى انه صار يقول انه ايه ماسينيوهو بيركز كثير على شخص ابراهيم وكل شيء يفهم من هالشيء. هلا ان كان هو يوكيم مبارك عمل هالشيء للاخر او ان كان ماسينيوهو كان عم بيقوله، هيدي مشادات اكاديميه ونحن بنحب هالمشادات لانه هيدي مغنيه جدا. فاذا التميز الاساسي بين يوكيم مبارك وميشيل حايك بما يتعلق بالنظره الى الاسلام والحوار الاسلامي المسيحي هو كيف بيدرج كل واحد منهم الاسلام بحقيقه الله. فميشيل حايك رح ينطلق من شخص إسماعيل ورح يفهم كل الإسلام على ضوء شخص إسماعيل، أما يوكيم مبارك رح ينطلق من شخص إبراهيم ويفهم الإسلام على ضوء شخص إبراهيم. نعم. بدي أنتقل عندك مهندس، بدي شوي أسمع منك يعني تعليقك على هذا الموضوع، ليش اخترتوا هالشخصيات الاثنين لحتى يكونوا وجوه حوارية بالمؤتمر؟ هيدي واحد. اثنين، منشوف انه الوجه الحواري لهم كان اكثر اكاديمي، قديش كان عنده تاثير حقيقي على الشعب ولا على الفئه يمكن اللي هي قليل ما بتقرا او بتقرا بهذيك الفتره حتى اليوم؟ اللي مثل ما قال شوي قبل دكتور انطوان، هالوجهين ما ننسى انه بفتره الستينات والسبعينات كان فكرهم ريادي جدا خصوصا لمسيحيي الشرق، لموارنة كمان من مسيحيي الشرق، نظرتهم للإسلام كانت يعني رائدة وكتير كتير كتير متقدمة من ناحية فكر الفاتيكان، مجمع الفاتيكان الثاني. لأنه نذكر نحن بمجمع الفاتيكان الثاني يلي السنة له 50 سنة بيكون نوسترا إيتاتي بيقول، بيطلب أولا بيعترف بالإسلام، بيقول إنه الإسلام هي هو دين سماوي وله يعني طريقه، وبيطلب من المسيحيين والمسلمين إنه ينسوا حقبات وصعوبات الماضي ويتقاربوا. وطبعا نصرة إيتاتي كمان بتذكر انه الاسلام بيامن باله واحد، و بيذكر انه الاسلام بيقدر مريم وبيذكر المسيح. طبعا في فروقات عقائديه بين الاثنين، ولكن فاتيكان دو بالكنيسه الكاثوليكيه عمل فينا نقول ريفولوشن، يعني ثورة بالفكر بالتقارب مع بين الأديان وخصوصا مع الدين الإسلامي. وبالفقرة الثانية من نوسترو إيتاتي بيطلب من المسيحيين والمسلمين مثل ما قلت إنه ينسوا حقود الماضي والحروب وكل النزاعات، يفتحوا صفحة ويتعاونوا للمستقبل. طبعا هيدي كانت من 50 سنة، كان فاتيكان دو ب 62 كان هيدا الفكر كتير جديد على الكنيسة عامة وعلى الكنيسة الكاثوليكية خاصة، فكر كتير جديد. ويجي شخصين مثل ميشيل حايك والأبي وكيم مبارك لبنانية مسيحية هن يمشوا بهالخطوة كتير كتير مهم. طبعا قال دكتور انطوان انه هن كانوا تلاميذ لوي ماسينيون، وطبعا مفكر كبير لوي ماسينيون هو ساهم بتحضير نوعا ما الفكره للفاتيكان دو، اذا فينا نحكي هيك، بالتقارب بين الاسلام والمسيحيه. هلا مين احسن من هيك وجوه حواريه ما يشاركوا بالمؤتمر؟ اكزاكتومون. وخصوصا يعني في، اذا فينا نقول فينا في شويه ظلم نوعا ما، لانه ما اخذوا حقهم يعني، وضروري انه ياخذوا حقهم، ضروري انه نتعرف على اعمالهم وعلى اشغالهم كوجوه حواريه، لانه اثنينهم بكل واحد بطريقته ساهم الى فهم الاخر، الى فهم المسلم بطريقة. بير ميشيل حايك عمل كتاب المسيح في الإسلام يلي نشر بالعربي، وكمان له كان ايه طبعا يعني كان له نظرة غير النظرة القديمة التقليدية اللي كانت هي صدامية، ما عاد صار فتحوا باب جديد. فإذا هل
شخصين من أهم الوجوه الحوارية يلي ارتقى المؤتمر يشوف أنه الناس لازم تتعرف عليهم ولازم يندرسوا شوي أكتر، مش بس أنه نتعرف عليهم يندرسوا شوي أكتر. هلأ بدأ دراسات مثل دراسات يلي عم يعملها دكتور أنطوان عن اللاهوتيين اللي عم نحكي عنهم هلأ، ولكن يمكن رح يكون أكتر. وأنا عندي ما بعتقد أنه هذا شيء سر، بس بعتقد أنه كمان في دوكيومنتير عم يتحضر هلأ عن أبي وكيم. دونك هيدا كتير بشجع وكتير مهم أنه بلبنان كل لبنان يعرف عن، مش بس أنه المسيحية يعرفوا، ولكن المسيحية والمسلمين كل لبنان يعرفوا عن هالوجوه هيدي كيف ساهمت للتقارب بين الاثنين للعيش المشترك. من ناحية صحيح هني كانوا لاهوتيين، ما ننسى ما رح نطلب منهم انه يعملوا افعال على الارض، ولكن رغم ذلك عملوا. وهلا بعتقد بنذكر بعض الاعمال. شو نعمل اكيد شو نعمل ذكر استاذ سامي انه شوي اكثر كانت الامور هي لتخفيف الصداميه اللي كانت موجوده بهذيك الفتره، وتم شرح يمكن القرآن الكريم بطريقة خاصة وذكر الآيات مثل ما ذكر الدكتور أنطوان. هل تم التطرق إلى النقاط المتقاربة بين المسيحيين والمسلمين، بين يمكن الكتاب المقدس والقرآن الكريم؟ هلا قبل ما نطرق لهول مهم نفهم شوية كيف فهموا الإسلام، لأنه هلا حكيت عن إسماعيل وحكيت عن إبراهيم، بس بنصوب بالتفاصيل، لأنه إذا وقفنا هون ما بنكون فهمنا شيء من فكري وكيم مبارك وميشيل حايك ولا شو بيقدموه. ومهم بس قبل ما أدخل بهالتفاصيل افتح حيلين، بما أن تكلمنا عن مجمع الفاتيكان الثاني، إنه يوكيم مبارك كان عنده مآخذ على من كتبوا نصر إيتاتي وعلى من تكلموا عن الإسلام في المجمع الفاتيكان الثاني، مآخذ لأنه ما راحوا لبعيد. يعني قال أنه بس كتبتوا هالقد فينا نروح أكتر لبعيد. طيب حكيتوا عن اليهود ورحتوا كتير بعيد معهم، ليش الإسلام ما بتروح هالقد بعيد معهم؟ هلأ أكيد في إجابات أعطيت، لأنه اليهودية هي من ضمن العهد القديم اللي هو من الكتاب اللي الكنيسة بتعتمده ككتاب رسمي لإلها، أما الإسلام وضعه مختلف. ولكن يوكيم مبارك كان بعد بالستينات حتى كان عنده نظرات تقدمية أكثر من اللاهوتيين يلي موجودين بالمجمع الفاتيكان الثاني. بس لنشوف لأي حد، وهو ما بيخفى عن حدا، وهو كان عاشق روحي للإسلام يوكيم مبارك، وهذا شيء معروف عنه، وهذا شيء ورثه من الوي ماسينيو. أما ما يتعلق بقراءاتهم كتاب مقدس أو قرآن، قراءاتهم كانت مميزة وما زالت مميزة لاهوتيا. هلأ مش بالضرورة إذا نحن كملنا وهن ما نعطي حقهم لا بحياتهم ولا هلأ. أنا ماني أول واحد عم بكتب، يمكن أنا الثاني أو الثالث عم بكتب بلبنان. قبل سبقني صديقي الأستاذ مشير عون، أستاذ بالجامعة اللبنانية، كتب كتابات كتير حلوة عن يوكيم مبارك وميشيل حايك، وأكيد الدكتور جورج قرم كمان أعطانا تحليل جميلة جدا. ولكن ما عطي حقهم ولازم نكمل انطلاقا من اللي عملوه، لأنه فينا نروح لأبعد، يمكن ما نرجع ناخد نفس الأمور. طيب ميشيل حايك، الإسلام شو هو الإسلام؟ ميشيل حايك ويوكيم مبارك ورثوا لاهوت عربي، لاهوت مسيحي عربي عمره كذا قرن، في توتر كبير تجاه الإسلام. يدين الإسلام ويعتبره خارج الخلاص، يعتبره خارج الحقيقة، يعتبر أنه هذه دينة الخطأ أو محمد نبي دجال. هذا يلي متوارد كان. إجوا قالوا لا منه هيك أبدا. وميشيل حايك كتير أنا شخصيا سلاني لما قريت كيف فسر أنه الإسلام من ضمن إسماعيل بيدخل على تاريخ الخلاص. فبعلم الكتاب المقدس بالكنيسة وبالأخص أو باللاهوت بالأخص انطلاقا من القرن العشرين، طرح سؤال كبير حول شخص المسيح بالكريستولوجيا. وصاروا يسألوا أنه أمتين المسيح صار عنده وعي لكونسيانس عن ألوهيته أو عن مسيحانيته. وكتير لاهوتيين صار عندهم مشادات كبيرة، مثلا أنه المسيح وعي على رسالته المسيحانية أو الإلهية وقت العماد. منهم بيقولوا لا من البداية بيعرفها، منهم بيقولوا لا صار هالشي بشكل تصاعدي يوعى عليه. هذه يعني إشكالية محورية كانت مطروحة عند كثير من علماء اليهود. ميشيل حايك من ضمن هالمنطق تكلم عن النبي محمد، وقال إنه محمد برسالته وهو عم ببشر بمكة وهو عم بيقرأ وهو عم بيصلي إلى ما هنالك وعي،
انه بينه وبين اسماعيل ابن ابراهيم المرذول، مش اسحاق يلي بقي مع بيو يلي منه صار في تاريخ الخلاص، بينه وبين اسماعيل في رابط كتير وثيق، لانه محمد بمكه رذل من اهل الكتاب، صحيح، من المسيحيين واليهود. وهو صار يقول مثل ما المسيحيين واليهود مش عم بيقبلوا لي رسالتي، كذلك اسماعيل رذل وطرد الى الصحراء. وبيقول ميشيل حايك انه صار اكثر واكثر يوعى النبي محمد انه بينه وبين اسماعيل في وحده حال. يعني صار مثل ما نقول بالفرنسي ايدنتيفيكاسيون، صار يلاقي حاله بصوره اسماعيل. وبعدين كمل 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 بأفكاره، وقال ميشيل حايك أنه مثل ما المسيحية واليهودية هن من ضمن تاريخ الخلاص من خلال إسحاق، الإسلام هو من ضمن تاريخ الخلاص من خلال إسماعيل. وما بيعني إذا إسماعيل طرد وصار بالصحراء وهو البكر، أنه الوعد الإلهي المعطى لإبراهيم ما عاد حامله، لأنه وعد الإلهي بيبقى للأبد. وحتى بالصحراء وعد الله لإسماعيل بقي معه. مشان هيك هو بفهمه للإسلام كذرية إسماعيل، وهون بيعمل تحاليل تاريخية وفيلولوجية ولاهوتية، يعني دراسة رصينة إلى أقصى الحدود، بيقول أنه هيدا الديانة هي من ضمن تاريخ الخلاص ومن خلال ذرية إسماعيل. هيدا يلي عمله ميشيل حايك. ميشيل حايك بده يتكلم عن الإسلام بست كتب، ثلاثة منهم صدروا وتوقف انه توقف يكتب من بعد 75 لانه اصيب بخيبه من الحرب اللبنانيه. اول كتاب هو اللي ذكره المسيح في الاسلام، ثاني كتاب والثالث هن لو ميسير دي اسماعيل، لكن سر اسماعيل، والثالث بس بالفرنساوي موجودين، والثالث ليزاراب ولو باتم دي لام، العرب او عماد الدموع. فيهم بيوضح نظرته للإسلام. كنا أنا كنت بحلم أنه أقدر لاقي ثلاث كتب الباقيين، لأنه على ما يبدو كان بلش يكتبهم لنفهم كيف هو بيفهم كامل الإسلام بنظرته. ولكن في دليل بفكره كمان بخلينا نفهم كيف بيدرج الإسلام بتاريخ الخلاص، لأنه فعلا الإسلام من خلال إسماعيل وارد للوعود الإبراهيمية. ولكن فكر ميشيل حايك هو فكر محوره المسيح، خيستو سنتريك، بيفهم كل شيء من خلال شخص المسيح. يعني لما حتى تقرا اللاهوت السياسي تبع ميشيل حايك، وميشيل حايك يكون عم بيحكي عن الحرب اللبنانيه وعن تاريخ لبنان وعن رساله لبنان بالشرق الاوسط، حتى هون بيقول انه لا خلاص للبنان الا من خلال المسيح. هيدا خياراته، هيدا فكره، وهيدا نظرته اللاهوتيه لهالماهيه. الاسلام كيف بشوفوا كتبه؟ لحظه بقى، منشان هيك ميشيل حايك بيقول، وهو لاهوته بنسميه لاهوت احتوائي، تيولوجي انكلوزيف، يعني انت معك الحقيقه وانت مش مثلي، فيك تخلصي بس بدك تمرقي بالحقيقه المطلقه تبعيتي. وكان يقول انه الإسلام هو من ضمن تاريخ الخلاص ومن ضمن حقيقة الله، ولكن هو ما زال في الصحراء ولن يخرج من الصحراء إلا عند لقائه المسيح. يعني بين أنه نقول الإسلام هو دينة الخطأ ونقول أنه الإسلام هن بيه تاريخ الخلاص، بس بحاجة للمسيح، دي خطوة عظيمة. ونحن بالستينات هلا كيف الاسلام نظروا نقدوا كتبوا وفكره؟ لسوء الحظ فكره منه كتير مقبول. مش قصة مقبول، ما صار في حوار على فكره. أنا مرة كنت على إنترنت ووجدت إنه في كتاب صدر بمصر بيجاوب الأب ميشيل الحايك على ما قاله، كتابه المسيح في الإسلام فقط مش أكتر. جربت أحصل عليه، ما قدرت، ما لقيته بلبنان وما قدرت أطلبه على الإنترنت، ما قدرت أقرأ. بس فعلا حوار حول هالقراءة منا موجودة، وأنا ما زلت أعاني عنها، لأنه أنا بشارك بكتير مؤتمرات حوار مسيحي إسلامي، إن كان هون بالأخص برا بباريس بالأخص. وعطول لما يكون في عندي زملاء الجامعيين المسلمين يلي هن علماء بالفقه وبكل ما يتعلق بالديانة الإسلامية، بقول لهم طيب نحن عملنا هالخطوات الجريئة، لانه ما تفكر انه هالخطوات مقبوله بين كل اللاهوتيين احيانا. وحتى وهلا مع ميشيل حايك نص مصيبه، هلا بعد شوي بنشوف مع يوكيم مبارك القصه رح تتعقد اكثر. طيب خبرونا شو رايكم، او انتم كيف بتقروا بعد الاسلام لم يجب في تحفظ على هذا الموضوع؟ هلا في تحفظ، يمكن بحاجه لوقت اكثر.
لأنه نحن بالنهاية عندنا مؤسسات تعنى بهالأمر. الإسلام بعد ما عنده مؤسسات كافية أو للحوار الإسلامي المسيحي. في هلأ في موجودين أكيد وعم بيعملوا عمل كتير حلو بالأخص بالمغرب العربي، ولكن يعني اللي صار بأوروبا والحداثة أعطت للمسيحيين مقومات تيقدروا يروحوا حبيب. لأبعد. أما العالم العربي والشرق العربي ما زال يتمخض منذ قرن بيلي عم نعيشه من حروب ومن مشاكل ومن قيام الدولة الإسرائيلية إلى ما هنالك. هذا الشيء بيخلي أنه الحوار الإسلامي المسيحي من ميلة المسلم تاخد شوية وقتها، ولكن نحن بانتظاره. أنا بانتظاره بفارغ الصبر، لأنه هي حاجة ملحة، لأنه لا سلام في العالم، لا سلام في الشرق إلا عندما يتم السلام بين الأديان وقبول الآخر كما هو. رح ننتقل للأب يوكيم مبارك لحتى نفصل أكيد نظرته للإسلام، وأنا ما بدي توقف عندك أستاذ سامي شوي تتخبرني عن هيدا المزج اللي حكي عنه دكتور أنطوان. فينا بس نرجع كمان مهم فضل. نرجع نحط الأمور بنصابة التاريخي هيدي حتى نفهم أهمية العمل تبع إن كان ميشيل حايك أو يواكيم مبارك. بدنا ننسى ما ننسى إنه لتقريبا 1350 سنة لنقول من وقت النبي محمد، المسيحية والإسلام عاشوا كل هالفترة كانت بوليميك، كان أكتر كنا نسميها حوار، ولكن هي ما كانت حوار، كانت بوليميك يعني هجومية صدامية. يعني حتى لما يلتقوا مع بعضهم كان كل واحد بده يبين للآخر انه هو على حق وانه هو عنده الحقيقة، والآخر على خطأ، والآخر دونك ما عنده خلاص. صحيح. من ميلتين كانت كل الكتابات ب 1350 سنة كلها كتابات صدامية إذا فينا نقول. فإذا يعني كل حدا عم بيدافع عن وجهة نظره بمطرح معين، مش بس عم بيدافع عن وجهة نظره، عم بيبين إنه الآخر على خطأ. يعني أنا على حق وأنت على خطأ، يعني الآخر ما عنده خلاص وكافر يعني. إكزاكتومون. هيدي ما فينا ننساها إنه 1350 سنة. فإذا هيدي كمان بتحط بصورة يعني أوضح أهمية العمل يلي قاموه ميشيل حايك ويواكيم مبارك. نقطة تانية ذكرها أنطوان قبل شوي، بدي أرجع نقطة فاتيكان دو، لو ما العمل يلي قاموا فيه بطاركة ومطارنة الشرق ومنهم يواكيم مبارك، ما كان دخل الحوار الإسلام المسيحي بصلب. يعني تقريبا صحيح كان لوي ماسينيون كان له تأثير، ولكن بطاركة الشرق كان التأثير الأكبر، اللي طلبوا أنه يدخل، ومنشان هيك صارت نصرة إيطاتي. صحيح ما كانت متوسعة كتير، ولكن كانت فتحت الباب. في نقطة تانية كمان لازم نخليها ببالنا يلي هي مهمة، نحن خصوصا بالمسيحية بالكاثوليكية بريسيزيمون او بالارثوذكسيه، في ستركتور، في انستيتيو، في مؤسسه نوعا ما مؤسساتيه يلي هي ما فينا نقول موجوده بنفس الطريقه في الاسلام. هيدا ساعد كتير المسيحيين حتى ياخذوا خطوات نوعا ما بدنا نقول جريئه بالحوار، حتى يكونوا فينا نقول سباقين، او فينا نقول فتحوا الباب. معلش نحن من ناحيه العقيده المسيحيه مفروض انه نكون سباقين، مفروض انه ننفتح على الاخر، مفروض اكزاكتومون اوني لي سيرفيتور، دونك مفروض هيدي مش غلط. بس يمكن من التفسير اللي كمان عم سألتي قبل شوي، في الإسلام بدأ شوية وقت لأنه ما في هالمؤسساتي. بس ما بقدر هون ما أذكر الشغلة الكتير مهمة يلي صارت بعشرة كانون الثاني 2012 من الأزهر. الأزهر أول مرة بتاريخ نقدر نقول في الإسلام، هيدي ما بنقدر كمان نذكرها من دون ما نذكرها. الأزهر عمل ديكلاراسيون
الثالثة تبعوله من وقت الثورة، وهيدا الديكلاراسيون عن الحريات. هالديكلاراسيون يلي عملها الأزهر أول مرة بطريقة واضحة من دون أي التباس بتذكر حرية العقيدة. نعم، هيدي نتيجة أحداث اللي صارت بمصر بالأقباط والمسلمين، طلع هذا ما ما, ما 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 ضروري نربطها بهالنقطة، في لها غير أسباب. نعم. طبعا يمكن ما بتعرفي وما كتير الناس بيعرفوا انه قبل ما تصير احداث مصر، الازهر الشيخ الاكبر الطيب هو عمل اول ديكلاراسيون نزلت ب 24، دونك قبل نهار قبل من يلي هو بيقول قوموا انتفضوا ضد الحاكم. عاده في الاسلام صحيح. بس بدي ارجع للديكلاراسيون الثالثه يلي هي ب 10 كانون الثاني 2012. هيدي كتير مهمة لأنه حكي عن شغلتين. أولا حرية العقيدة، عادة بالقبل بينحكى عن حرية الدين أنه كل واحد، بس حرية العقيدة يعني ممكن تغير دين. ونحن بنعرف أنه السلفيين في الإسلام ما بيقبلوا تغيير الدين، في ما بيقبلوا تغيير العقيدة لا حتى تغيير العقيدة. فإذا في أبوستازية ردي، وهيدا بتعطي يعني حكم بالموت. فإذا الأزهر أول مرة حكي بحرية العقيدة، وبعدين تاني نقطة أحد حرية الفكر. حرية الفكر كان كتير مهمة بالنقطة الحريات اللي حكي عنها الأزهر، يلي بتسمح التجمع والكتابة و الأحزاب and so on. هيدي تاني نقطة من تأثير صحيح. طبعا صحيح. الثورة. فإذا صحيح في شوية لنقول ما بدنا نقول تباطؤ، بس إنه في شوية وقت عم ياخد بالإسلام، ولكن في خطوات، وهيدي آخر خطوة للأزهر لازم نذكرها. وهيدي بعتقد هون النقطتين أساس كتير مهم حتى يكون في حوار جدي أكثر بين الإسلام والمسيحية. أكيد. رح أرجع لك دكتور أطوان تنحكي عن أبي وكيم مبارك اللي كان كمان رأيه بالإسلام كمان كان تقدمي بهذا الإطار. شو بتخبرنا عن هذا الموضوع؟ إذا ميشيل حايك بندرج لاهوته عن الإسلام من ضمن لاهوت احتوائي مثل ما قلت لي، بظن أنه لاهوت يوكيم مبارك هو لاهوت تعددي. تعددي ولكن بشكل كتير يعني متواضع، لأنه اللاهوت التعددي قوامه اعتبار أنه الله موجود بكل الأديان وبكل الحضارات، وكل الخبرات الإيمانية والدينية عن الله حقيقية، ما في وحدة حقيقية أكثر من تاني. هذا اللي بيقوله اللاهوت التعددي، في عدة طرق كمان يفسر، بس باختصار بالي يوكيم مبارك ما راح أنه يحدد هالشي أو يقوله بشكل كتير جلي وواضح، ولكن لاهوته بيروح بهالاتجاه. كيف؟ يوكيم مبارك أراد أنه يفهم الإسلام من خلال إبراهيم، مش من خلال إسماعيل. وهو بأحد كتاباته رح يقول، يرد عليه لميشيل حايك ويقول له أنا مش موافق معك، أنت طريقة فهمك للإسلام من خلال إسماعيل أنا مش معك كتير فيها، لأنه بدك تروح عند إبراهيم. ويوكيم مبارك عنده جملة كتير محورية لفهمه للإسلام، وبتقول أنه الإسلام هو ديانة إبراهيمية أصيلة. أوكي. الإسلام إتنا إبراهيميزم أوتنتيك أصيل، بمعنى أنه ما فيها لا حياد عن العقيدة، لا بينقص شيء، لا لازم. ولا مرة بيقول يوكيم مبارك أنه الإسلام بحاجة للمسيح لخلاصه. أوكي. ما فيني خلص، بحكم أنه الإسلام هو ينتمي إلى إبراهيم، بحكم أنه هو ديانة إبراهيم، كل الوعود يلي الله أعطيها لإبراهيم الإسلام عنده إياها. أوكي. وشو الشيء الأساسي يلي بيميز الإسلام؟ هو التوحيد الإلهي، بحكم أنه الإسلام هو عنده توحيد. فإذا هالتوحيد هو خصوصيته، وهالتوحيد بالنسبة ليوكيم مبارك هو تحدي للمسيحيين، لأنه كل مرة الإسلام رح يجي يطرح السؤال على العقيدة المسيحية ويقول ما تنسى أنه الله واحد، فرجيني أنت كيف بتقول عن الله واحد، لأنه نحن المسيحيين نحن نؤمن أنه الله واحد، ولكن في تعددية في الله الثالوث الآب والابن والروح القدس. بقول أنه سيتم مونوتيسم،
à l'adresse des chrétiens, هيك بيستعمل هالتعبير. يعني بده يلسم الكريتيان, بيقول يعني فرجونا نحن دينة توحيدية. وأكيد كمان يواكيم مبارك بيقول عن الإسلام إنه هي دينة السلام, وهي دينة شمولية, هي دينة اليونيفرسال موجودة لكل الأرض. بقى انطلاعا من هون يواكيم مبارك بيقرأ كل الإسلام, وبيقرأ وجود الإسلام التاريخي, وبيقرأ وجود الإسلام السياسي, ووجود الإسلام الديني. وهون يواكيم مبارك بيتميز أيضا بأمر آخر عندما يتعلق الأمر بالحوار. ميشيل حايك عطينا مقومات للحوار, يعني قالنا أنه أنا بقرأ الإسلام بهالطريقة وبدرجه من ضمن تاريخ الخلاص, بس ولكن بإعطائه مقومات من خلال لاهوته ما قالنا شو أسس الحوار. ميشيل حايك توقف فقط على قراءته اللاهوتية للإسلام. أما يواكيم مبارك قالنا الحوار لا تقدروا تعملوه بتكون تعملوا 1 2 3 4 5 6 إلى ما هنالك. وأهم نقطة, وهيدي هلا يمكن أكترية الأشخاص الملتزمين بلجان الحوار المسيحي الإسلامي بلبنان أو بغير الأماكن مش حيكونوا موافقين, وأنا عديت مرات صار في جدال على هالنقطة, إنه يواكيم مبارك بيقول الحوار يجب أن يبدأ بالمسألة العقائدية. فكل المحاورين بيقولوا مثلا بالآخر الحوار الإسلامي لا حتى ما بيقولوا العقيدة هي لكل شخص مثل عشوائي, مثل ما بيقولوا كل واحد عدينه الله يعينه. ولكن نحن الحوار بيكون حوار حياة, بيكون حوار اجتماعي, بيكون حوار سياسي, بيكون حوار تاريخي حضاري ثقافي. ولكن هيدا النقاط وين رح نوصل لمحل؟ ما رح نوصل لمحل. وكيم مبارك بيعرضهم بشكل جذري, بيقول أول نقطة للحوار هي النقطة العقائدية, لأنه يا جماعة الإله الذي نؤمن به هو نفسه, هو نفسه يعني إله إبراهيم, وكل شيء يبلش من إبراهيم, لأنه الوعد الذي أعطي للخلاص وأعطي لإبراهيم, وكل أبناء إبراهيم عدوا لي له الوعد. مين ما كانوا هالأبناء, هلا هو ما بفوت بالتفصيل ولا بيخد بتابع منطقي ميشيل حايك بما يتعلق بإسماعيل, ولكن إسماعيل بيضل بالنسبة لفكر يواكيم مبارك وجه محوري كمان لفهم الإسلام. بقى من هون بينطلق يواكيم مبارك وبيقول أنه من بعد هالأمر لازم يكون في حوار حياتي وبناء مجتمع صالح, وبالأخص لازم نربط قراءته للإسلام والحوار اللي عم بينادي كان فيه بين الإسلام والمسيحيين باللاهوت السياسي. إذا ما فهمنا اللاهوت السياسي تبع يواكيم مبارك ما بنفهم كامل فكره, ما لازم نشتزقه. وأنا يعني واجب أن أقوله بما أنه عم نحكي عن هالفكر يلي ما قاله تتمي. أنا بيألمني أحيانا عندما بيتكلموا بعدة أماكن عن يواكيم مبارك وميشيل حايك كمان, أنه متكلم يواكيم مبارك من قام بورشة المجمع الماروني, وهذا شيء عظيم ونحن بحاجة له, أو ميشيل حايك من كتب كتاب عن الليتورجية المارونية. هذا اجتزاء لفكر هالشخصين بتقلم منه, لأنه هذا جزء من فكر كامل متكامل أراد أنه يكون عنده نظرة لمسيحية الشرق اللي عم نحكي عنهم, لأنه هن بالنسبة لألهم المسيحية وجودهم بالشرق له معنى وله قيمة وله رسالة وله دعوة وله مستقبل. صحيح. وإذا ما انطلقنا من هالنظرة الشاملة ما بنفهم. يواكيم مبارك التزامه بقضايا العالم العربي كان جذري, فهو ما نادى بالعروبة. هلأ العروبة هون فيها كمان شوية التباس, جربوا يترجموها للعربة لأنه بيحكي عن أغابيتي, وبالفرنسية من ميز بين أغابيتي اللي هي مقومة فكرية ونهضوية, وأغابيسم اللي هي مقومة لاهوتية, عفوا لاهوتية مقومة سياسية. بالأخص أخذت كل أسسه مع عبد الناصر. هو مش عم بيحكي عن هالشي, هو عم بيحكي عن الأغابيتي, هالنهضة هالحداثة العربية. وهالأغابيتي أو العربة بتاخد كل معناها بالنضال من أجل الإنسان العربي. صحيح. من أجل حقوق الإنسان العربي, وهو كان يحلم يعمل من لبنان موطن حقوق الإنسان. ونضاله للإنسان العربي بياخد جذوره بالقضية الفلسطينية, وهو كان من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية, لأنه القضية الفلسطينية هي قضية ظلم. في إنسان عم بيموت, في إنسان حقوقه عم تهدر من قبل احتلال من قبل فكر صهيوني مقيت. هون يواكيم مبارك لازم نفهم حوار الإسلام المسيحي عنده من خلال مع الالتزام بالقضايا العربية. حلو. والقضايا هون العروبة هذه هيك والقضايا الإنسانية. وكل هول من ضمن أنظومة علمانية كمان, لأنه بيقول أنه النضال العربي لازم يكون طابعه غير طائفي, مش لأنه أنا مسلم بدي دافع عن القضية الفلسطينية وبدي يكون لأهل القدس, ومش لأنه أنا مسيحي بدي أتعلق بالأرض, لأنه هي مسألة إنسان. في إنسان يظلم
وانا علي انه دافع عن هالانسان مع الحفاظ على خصوصيته اكيد يلي هي بتعطيني غنى، خصوصيته يلي بده يدفع للاخر يواكيم مبارك بهالحوار الديني، يبلش يقول ايه الهي والهك كيف يفهموا كيف تفهموا وكلنا موحدين. صحيح. وانا كتير بحب الاستشهاد القديم يلي يقول انه كلنا مسلمون، منا من اسلم لله بالمسيح ومنا من اسلم لله بالمحمد، كل واحد على طريقته. ويوكيم مبارك فكره بندرج شوي من ضمن هالاطار. صحيح. لانه بيعتبر انه الاله الواحد واله ابراهيم وبعدين كل واحد عنده تمام. صحيح. طبعا شفنا ميشيل حايك، شفنا الاب يوكيم مبارك، يعني هيك كاستنتاج كخلاصه بحديثنا لليوم، شو بتحب تقول للمشاهدين؟ اهميه الحوار والوجاه الوجوه الحوارية ودورة اللي بالتنشئة، لازم كل هالوجوه الحوارية اللي كان فكرة مدروس في المؤتمر نتعرف عليها، نتعرف عليها الجيل الجديد، يعرفوا انه في ناس مثل يواكيم مبارك. صحيح. مثلا دافعوا عن القضية الفلسطينية ومش من منطلق انه انا مسيحي او انا مسلم، من منطلق الانسان. صحيح. في مفكرين امنوا انه لبنان بيقدر يكون دوره عالمي كنقطه اساس بحوار الاديان وحوار الحضارات، وهذا نحن اللي عم نسعى ونتامل انه يصير مركز لبنان، مركز لحوار الأديان لحوار الحضارات، لأنه هيدي شغلة نحن موجودة عنا بتاريخنا، لازم نرجع نبينها. صحيح مرت فترة حروب، ولكن كل الوجوه الحوارية اللي حكينا عنها بالمؤتمر بالجامعة اليسوعية اللي صار اللي حكيت عنه، كل هالوجوه هيدي بينت أغلبها بالفترة الحرب. يعني الإمام موسى الصدر اعتصم بوقت الحرب لما كان في واس على دير الأحمر وأنسوهم، وبدنا نذكرهم كلهم حتى نرجع، بس حبينا اليوم نضوي على الأب يواكيم مبارك وميشيل حايك حتى شوف كمان يعني برز الحوار كل واحد من طريقته من فكره من مبادئه، وإنما كلهم بيصبوا بنفس الخانة طبعاً. اللي هو حوار المسيح الإسلامي، وأكيد الدعوة إلى إقامة هذا الحوار من لبنان، هني من أساس لبنان. صحيح. لبنان بلد تعددي، من دون حوار إسلامي مسيحي ما ممكن لبنان يصير. نعم. دونك وهيدي نقطة كتير مهمة، لانه هلا عم شد عليها بالناحية الثقافية، الناحية الثقافية حتى بالمدارس، وبقدر اقول لك انه بعض المدارس بدأت من هلا تشتغل على هذا الموضوع بطلاب الترمينال لسنة الجاي ان شاء الله. فاذا المشوار طويل اكيد، ما نعمل مؤتمر توقفته هون، انما حيكون في مؤتمر، في مؤتمرات ثانيه مستمرين حتى بالمدارس. طبعاً. حتى هذا الشيء ترسخ عند الطلاب ايضا. طبعاً. دكتور انطوان، اليوم حقيقه استمتعنا بحديثك. في اختم بعد شيء اكيد رح اترك لك الكلام الختام لك، وانا بشدد على نقطه ذكرتها بقول الاب يواكيم مبارك، لازم نفهم العقيده، عقيده الاخر، لحتى ما نجهلها، لحتى نقدر يمكن نلاقي حالنا فيها، لهيدي بتكون من تتمات او تبعات الحوار، لانه كل الامور الثانيه هي بتنحل مجرد ما انحلت المساله الاولى. طبعا بدي اياك تختم بكلمه اخيره هيك كمان، رايك حضرتك بالحوار وبالكتاب اللي رح يطلع عن مسيحي الشرق ايضا. انا برايي بالحوار اول شغله عندي على طول تساؤلات، وانا اصدم من هالناس اللي بيعتبروا حالهم انه بيملكوا الحقيقه. اول شيء ما بحب يلي بده يصنف الاخر طبيعي انطلاقا من نظرته، لانه مش علي يقول انا مين هو المسلم، بدي اسمع هو يخبرني مين هو، لانه هو بيجهل، وانطلاقا من ما هو ومن ما انا. صحيح. رح نلتقى ورح نغتني، لانه في عنده غنى كبير ولانه في عنده غنى كبير. ما انا عندي على طول تساؤل، هالناس يلي بالاخص باللي عم بيصير بالعالم العربي حاليا، هالناس يلي بيعتبروا انه الحقيقه ملكهم. يا عمي اي عقيده واي لسان واي كلام واي لغه واي كتاب واي انسان ممكن يحوى السر الالهي؟ السر الالهي يتخطى كل شيء، نحن فقراء امام السر الالهي، نحن فقراء امام الحقيقه.
نحن لازم نتبعها، لازم نسمعها، لازم نفتش عليها. هي بتنادينا مش نحن بنناديها، هي بتغمرنا مش نحن بنغمرها، هي بتحتوينا مش نحن بنحتويها. ختام الختام يلي بحب اختمها هي شعر لابن عربي، المعلم الكبير ابن عربي يلي كتير بحبه، ويلي بيقول بهالشعر الشهير: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إن لم يكن ديني إلى ديني هداني. أنا مسلم، أنت مسيحي، مش زابطة معك، روح فر منهم. بس بعدين ابن عربي واعي بخبرته الصوفية وبتعمق بسر الوجود وسر الله وسر الألوهة، وبيقول: ولقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني. هذا مسلم عم بيقول قابلا بيت لأوثاني، وكعبة طائف وألواح توراتي ومصحف قرآني. وبيختم وبيقول: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. فمن أراد أن يجاهر بحقيقة الله عليه أنه يحب خيه الإنسان. وهلأ نحن بفترة بأمس الحاجة أنه نحب خينا طبيعي، مين ما كان، شو ما كان لونه، شو ما كان دينه، شو ما كان عرقه، شو ما كان بلده، شو ما كانت قارته، شو ما كانت أفكاره. لأنه حب الله يبتدأ بحب الإنسان طبيعي، بكل إنسان، وبعدين ساعتها بيجي حب الله، ولكن بالإنسان ببلش. هذا كل شيء بدي أقوله. هيدا خلاصة الحوار: قبول الآخر وحبه مثل ما هو، وأنه نمشي مسيرة سوا ونبني عالم أفضل من هالعالم اللي نحن فيه هلا. وشكرا. شكرا لك دكتور أنطوان فليف، الأستاذ الفلسفي واللاهوت في جامعة ليل الكاثوليكية فرنسا. طبعا استغلينا وجودك في لبنان لحتى قدرنا نعمل هذه المقابلة المهمة جدا والغنية بكل هالمعلومات. أنا بدي أتشكرك المهندس الفيزيائي الأستاذ سامي خليفة، أيضا عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي وجوه حوارية في اليؤجي، على أمل أنه يكون في دايما لقاءات حوارية نلتقي فيها بشخصيات أستاذ سامي مثل دكتور أنطوان يغنونا ويغنوا المشاهدين بهذه المعلومات. مشاهدينا نحن نتوقف للحظات ومنتابع من بعدها، خليكم معنا.